دعنا نفهم رد الفعل التركي من علام سبيحات هناك. علام، يعني في النهاية هذا التصريح يعتبر تصريح واضح بالنسبة لقطع العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وتركيا. كيف جوبها هذا التهديد بقطع العلاقات من قبل المسؤولين الأتراكي هناك؟ نعم وائل، أول رد فعل رسمي تركي جاء على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي التقى الليلة الماضية مع الجنود الأتراك في إحدى المقرات العسكرية أو القواعد العسكرية الموجودة في ليبيا في طرابلس تحديدا. خلال تصريح وزير الدفاع التركي قال إن الجيش التركي أو المقاتلين الجنود الأتراك سيبقون في ليبيا لحفظ الأمن والسلام والاستقرار حتى الانتخابات الليبية التي ستجرى في ديسمبر من العام الجاري. هذا يقرأ في اتجاهين أو على شكلين، الأول أنه تأكيد بأن الجيش التركي سيبقى في ليبيا حتى أواخر العام الجاري، والثاني أنه ماذا بعد ديسمبر، ماذا بعد انتخابات ديسمبر، هل سيبقى الجيش التركي في ليبيا بعد هذه الانتخابات أم أنه سينسحب وفق جدول محدد تم الاتفاق عليه ربما بين المسؤولين بشكل غير معلن. الجانب الرسمي التركي أيضا، من المهم القول أيضا أو الإشارة أو الإكمال بما يتحدث به وزير الدفاع التركي، بأن يعني هو حاول خلال كلمته تعداد ما يعني بين قوسين منافع الوجود العسكري التركي في ليبيا، من جهة من خلال القول إن الوجود العسكري التركي ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنه يعني ساعد الحكومة الليبية أو ساعد الأشقاء الليبيين بين قوسين في تعزيز هذا الاستقرار على مختلف المجالات وفي كل المواقع في البر والبحر والجو، وإنهم سيمضون في هذه المساعدات من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. واعتبر بأن هناك الكثير من العمل المشترك الذي سيتم إنجازه في الفترة القادمة ما بين الجانب التركي والجانب الليبي أو الحكومة طيب الليبية. هنا سؤال علام، يعني لطالما كان سحب القوات المسلحة أو المسلحين الأتراك من ليبيا مطلب متكرر منذ فترة طويلة، لماذا لم تقم تركيا بسحب مسلحيها مباشرة؟ لماذا وصل هذا التأخير والمماطلة حتى جاء السيد المليفي بهذا التصريح بأنه إذا لم تسحبوا سوف نقطع علاقاتنا الاقتصادية؟ ما الذي بررت به تركيا بأنها تأخرت في سحب مسلحيها إلى هذا الوقت؟ تماما وائل، تركيا تتمسك بشكل كبير جدا بالاتفاقيات التي تقول انها وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، وتقول انها يعني قائمة ويتم العمل بها، ومن هنا ومن هذا الاساس تقول ان الوجود العسكري التركي في ليبيا هو وجود قانوني وبناء على هذه الاتفاقيات التي تؤكد بانها ملتزمة بها، وتقول ان الجانب الاخر هو ايضا ملتزم بها، بمعنى ان حكومة الوحدة الليبية هي ملتزمة بهذه الاتفاقيات. الوجود العسكري كما تقول أنقرة هو بناء على هذه الاتفاقيات، وأنقرة تصر على هذا الأمر في هذا الإطار ومن هذا الأساس ومن هذه القاعدة. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن تركيا لم تسحب القوات الليبية القوات التركية من ليبيا في الفترات الماضية، رغم الجدل الكبير الذي يدار يعني الدائر حول هذا الأمر في الفترة الأخيرة في الأشهر الماضية. تصريحات الجانب السياسي حتى الآن لا تزال مقتضبة إلى حد كبير في هذا الإطار، حتى الآن لا يوجد موقف رسمي من الجهات السياسية. نعم تحديداً علام، على ما قيل إنها تصريحات للمنفي يوم أمس بخصوص العلاقات الاقتصادية، ولكن في الإطار العسكري كانت هذه التصريحات من وزير الدفاع التركي للتأكيد على أن تركيا ماضية في موقفها على الأقل حتى أواخر العام الجاري. شكراً.